ماذا لو رمضان في السودان؟ نحن في مسيد الطريقة القادرية المكاشفية. أهلا بيكم في القادرة. أنا نفسي أبقى شجاعة زي مريم. أهلا بيكم في السودان، دولة مختلفة شديد. التوك توك هنا اسمه ركشة، ورمضان هالسنة دي مختلف أكتر وأكتر. أنا حاسة أني محظوظة قوي أن أنا هنا في اللحظة الحاسمة دي. رمضان في السودان يعني ثورة، ناس صايمة وفي وسط الحر بتنادي لسه بحريتها، وبتطلع مظاهرات على الأقل يوم واحد في الأسبوع. أجواء حماسية جدا. خليك تستحمل كل الصيام والتعب وتحسسك بالأمان وإن بكرة هيكون أحسن. ونكفي صدور الناس الكايسة من هذا. بتلاقي نفسك بتقضي نهارك في المظاهرات، ولما تتحر وتتعب تروح تريح شوية على شط توتي. والله روش قوي المكان. سودانيين طلعوا رايقين. ده كورنثيا، بيتي لمدة 7 أيام. تعرف يا إيمان، إحنا بنحب نجلس في أي حتة، حتى في نص البحر. شط جوه النيل. هكذا يتخلص السودانيين من الحر في عز رمضان، وترجع تكمل فطارك في المظاهرات. متأخرين، يلا نطلب جو. والله مبسوطة ان في سيرفيس زي دي في السودان. او تفطر على مائدة رحمن، واللي تقريبا بتتعمل في كل جامع. والنبي لما تفتح النفس. خلاص الليلة بطل محل فطورك، عارض الكاميرا دي. دي عصيدة كمان؟ ده بوش. ايه بوش؟ عبارة فول؟ فول وعيش. او لو ما بتحبش الموائد فانت عادي ممكن تتمشى في الشارع، هتلاقي كل البيوت بيخرج رجالتها ياكلوا بره. بتعملوا كده كل يوم؟ وبيدعوا كل الناس اللي ماشية تفطر معاهم. وده طبعا البرش، بيفطروا مع بعض في الشارع كل الجيران. فهتلاقي نفسك زي كده انا واصحابي معزومين على الفطار، او يعني عازمين نفسنا عند ناس ما نعرفهمش، وهتحس بترحيب على الآخر. الله يبارك فيك، شرفتونا كتير والله. رمضان في السودان يعني على السفرة كل يوم العصيدة بالتجلية، هتكون العروسة. العصيدة حب حياتي، مع الفول والطعمية، وبتفطر بالحلو والمر. ودي طبعا مشاريب السفرة السودانية، كونجليز حلو ومر أو مردوقه، وبرتقان عادي. لو ليك في الفانسي ممكن تطلع على مطعم المجرم، تفطر مع فيو رهيب، تشوف منه التقاء النيل الأزرق بالأبيض. بس أنا ماليش في الفانسي، أنا عاوز أقعد على ست الشاي، أشرب جبنة وشاي مع أصحابي، أو ممكن نحتسي القهوة. كل اللي عاوزه هتلاقيه هنا في السودان. حتى هتلاقي حضرة صوفية لونها أخضر فخضر، أجواء روحانية تدخلك في مود مختلف. وهناك كنت صوفي أو لأ، هتلاقي ترحاب. المسيد بيأكل كل الناس طول السنة 3 مرات في اليوم. انت ببصيني كده رد عليا. احنا دلوقتي معزومين عند بيت الشيخ بنفسه. الصوفي أبدا ما يكون وسخان، الصوفي أبدا ما يكون درويش. ولو حبيت تهضم أهم لعبة في السودان وفي العالم كله، روح العب خماسيات كرة القدم، في كل كورنر هتلاقي ناس بتلعب. روح العب ما تتكسفش، روح. وطبعا في رمضان في السودان لازم تروح تصلي التراويح، هتلاقي الجوامع مليانة على آخرها. التراويح ده شكل التراويح، ناس في كل حتة. وبعديها تميل على مركب في النيل، تتونس بناس وتغنوا وتنبسطوا. هل خلاني ساهر في عيونه وصوفة بنظر في المرايا محل ملامح بشوفه. أبشر الله. وانتوا مروحين هتقابلوا المسحراتي. المسحراتي في السودان غير. يا بوي على المسحراتي في السودان، أوركسترا ماشية بتمزج الناس.
بتفرحهم مش بس بتصحيهم، وساعتها لازم تتسحر الرجاج. اسم الرجاج عشان هو ايه؟ رجيج. حاسه انا عبيطه وانا بعمل اكل. هنسخن اللبن. بصراحه رمضان في السودان فاجئني جدا، مش عارفه الخصه في جملتين. روح الثوره اللي في البلد مع خليط التاريخ العريق والحاضر المرهق والمستقبل المخيف. وفي وسط كل اللخبطه دي تلقى ناس طيبه وكريمه من غير حدود، مش هتحس معاهم لحظه انك غريب او وحيد. انا بحب السودان وبحب اهلها. كل سنه وانتم طيبين يا سودانيين، ودايما في زحام النعم. ابقوا السمود بلا ادي لطخت ملامح الايادي بتسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي.